world seems so big, and everything seems so out of reach. The sky is high and the walk is wide. You just don't know what you've got yet. It's in the palm of your hands. It's right in front of where you stand. If you believe everything you dream will come true, and if you can والشيء من أرومته لا يستغرب، والطيب
والطيب من جؤنة العطار أطيب، وبحضوركم وبحضوركم فرشنا الأرض، فرشنا الأرض بأنفس الطرافس وزيناها بأرقى المطارف. فحيها لن فحيها لن ومرحبا بك. وأهلا وسهلا بأصحاب المعالي والعطوفة والسيادة، وأهلا وسهلا بأهلنا من جمع حضوركم الكريم. وبعد أن أرخى الليل سدوله وسكن الناس في ظلمة الليل البهيم، واستسلمت عيناي للكرى، فقمت مفزوعا، والله مفزوعا، أفكر ماذا أقول لك يا مدرستي، ماذا من صميم قلب المشوق بك. فرأيت أفكاري، فرأيت أفكاري تتدافع بحماسة لتحتضن مداد القلم وتقول: أنت، أنت قمر ينير دربنا، بل أنت شمس تضيء أرضنا. يا أعذب، يا أعذب زهرة في الفلا، اختجل البدر منك وغادر السما. فلمت لهم الليل وعفعف الدجى، رأيت، رأيت نورك قد اشرأف حولنا. وأيقنت أن حبك باق لا يزول كالدم يجري في عروقنا. وخير ما يلقى على أسماعنا وتبتهج به صدورنا وتهجع له قلوبنا هو والطالب يحيى جبر. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
صدق الله العظيم. في موكب الشباب الفتي، في موكب الشباب الفتي تنعكس الحياة بأبهى صورها، وفي مواكبهم نرى سنابل العزم والإرادة محملة بالأمل والأمان، وتفيض بالطموح والأغاني، أغاني حماسة المستقبل الجديد، نستذكر بها مجد مدرستنا الكريم. ومن هنا نعلن البدء لإشراقة مرحلة جديدة عامرة بمزيد من خبرات الحياة. موكب الشباب، موكب الشباب سيخطر أمام عيونكم، موكب الشباب سيخطر أمام عيونكم الآن، ليملأها عزا وفرحا، ليملأها عزا وفرحا. وطالما هانت مشقات الحياة فيكم لأجل عيونهم ومع موكب الخريجين. Oh,
المجتمع ومنابع النور والعلم ومنابع النور والعلم والمبدعون في التطوير والتحديث. هؤلاء هم المعلمون، هم من يصنعون التاريخ والحضارة، هم من يرسخون الفكر والإرادة. قد أعلى الله تعالى شأنهم، إذ لا يمكن للشجرة أن ترتفع في السماء إلا إذا ضربت في الأرض جذورها فهي شجرة شامخة يانعة، اخضرت أوراقها وطابت ثمارها في كل حين تسر الناظرين، وتبارك الله أحسن الخالقين. وصدق من قال: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. نقف جميعا الآن تقديرا للمعلمين واحتراما لعطائهم. مصطفى العفوري من يتفضل الآن بإلقاء كلمة الأرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي رفع أهل العلم وزكاهم وجعلهم أعز شأنا وأعلى مرتبة بين الخلائق. وما استعنا يوما إلا بالله الواحد الأحد، وما رجونا إلا عطفه وهو اللطيف الصمد. والصلاة والسلام على النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. سعادة الأخ النائب أحمد الجالودي حفظك الله ورعاك، أصحاب المعالي والسعادة والعقوفة والسيادة، أيها الأهل، أيها الأصدقاء، أبنائي، أحبائي الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا. راعي حفلنا لهذا اليوم واحد من رجالات هذا الوطن المعطاء، نذر نفسه لخدمة وطنه وأمته. عرفناه جميعا يصل ليله بنهاره من أجل خدمة أبناء وطن يحبه ويفاخر بحكمة مليكه وسداد رأيه. اسمحوا لي باسمي واسمكم جميعا أن أرحب بسعادة راعي حفلنا سعادة الأخ النائب أحمد الجالودي. هذه مدارس النظم اليوم تشهد فرحها بفوجها العاشر، أكملت عقدا من خير جواهرها تقدمه لأردننا الغالي، موضع الرجاء ومنبع العز بقيادته الحكيمة المتمثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني وحكومته وشعبه المتكامل. إن مدارسنا، مدارس النظم الحديثة، لتفتخر بما تقدمه لكم من كادر تعليمي هو الكوكبة الأميز من ذوي الكفاءة والخبرة والمسيرة التي يشهد لها، يشهد لها بنوعية العطاء هذا. وقد أرست المدارس لكم أحدث التقنيات والبرامج وأتاحت فرص التواصل لطلبتها محليا وعالميا في تبادل ثقافات وخبرات متنوعة، يثري الخبرات ويوسع الآفاق ويزيد من المعارف. ولم ندخر جهدا لمتابعة الحداثة والتجدد والتطور، كل هذا لتكونوا أبنائي نجوم النظم وهديتها المتألقة في سماء هذا الوطن الحبيب. كنا وما زلنا نحترم إنجاز طلبتنا وننظر بعين التقدير لجهود الآباء والأمهات، فهم الذين مضوا مرارة الصبر طويلا ليتذوقوا حلاوته بكم الآن، وهم الذين لاذوا بربهم رجاء ودعاء وابتهالا عملا طويلا شاقا ليروا فرحتكم وقد سرتم بصبرهم وببذلهم أرواحهم تنبضون شبابا وحيوية، أملا وعطاء كما وغدوتم قدوة أعين آبائكم، قرة أعين آبائكم وأمهاتكم، ومحط آمالنا ومحط آمال الوطن. لقد أعدتكم مدارس النظم لتكونوا القدوة والمثل، وخبرتم معها الحياة وتجاربها وعاء لعلومكم، وشكلت في وجدانكم قيما تضمن معها بقاءكم نجوما في جبين هذا الوطن الأغر، نجوما كانت حلما جميلا ساحرا وتحققت واقعا مشرقا مبشرا. إنني وإذ أؤكد لذويكم ومعلميكم بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وهذا أملنا بكم لنسمع عن كل منكم بعد سنين ما يرطب السمع ويخفف ثقل الحياة.
ويمسح بالفرح ما أسقمته أحداث الزمن. نحن أكيدون بأن هذا الوطن سيزهو بكم وسيعلم بعطائكم، فقد تعلمتم مثلنا كيف تسكنونه في حبات عيونكم وفي شهاق قلوبكم، كيف تتغلبون على صعاب حياتكم لأجل إعلاء رايته، وكيف تسخرون مهاراتكم وإمكاناتكم لبنائه وترسيخ هيبته. تذكروا دوما، تذكروا أنه لا عز للفرد دون وطن، والاعتزاز يعلو على اعتزازنا به، فكونوا خير ما ندخر له من أسباب علو شأنه وشموخ تاريخه، وكونوا بركان العطاء الذي لا تنمو على فوهته حشائش التردد. كونوا لآبائكم وأمهاتكم خير امتداد، يكفل لعيونهم ألا تعكس إلا فخرا بكم وسعادة معكم وفرحا بمنجزاتكم. كل دعواتي لكم بالتوفيق، وأخلص أمانية أقدمها تقدمة لكل منكم، ومبارك يوم تخرج هذا الفوج. بارك الله فيكم جميعا وبارك لكم وعليكم. السلام عليكم. إلى صاحب التميز والإبداع، أسجي لك تحية صادقة من صميم قلبي، فأنت المعلم الفذ، وأنت الأب الأول لنا، وأنت التاريخ المشرف من العطاء. علمتنا الإخلاص، علمتنا الإخلاص والإتقان في العمل. غادرتنا ولكن ما زلت تنبض في قلوبنا، غادرتنا ولكن ما زلت تؤثر في عقولنا. رعاك الله يا أبي، ودمت لنا معلما للجميع. المعلم الأول مصطفى نزال فليتفضل مشكورا. فقد عدوا جيلا ان شاء الله يكون قياديا ويحقق الامال المعقوده عليه في خدمه هذا الوطن تحت رعايه صاحب الجلاله الملك عبد الله ان شاء الله.